السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي في حلقة جديدة من حلقاتنا برنامج مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد وهو الـ AC circuits أو دوائر التيار المتردد أو الـ alternating current circuits. الجزء القديم كان بيتكلم عن الـ electric circuits، بس كان دايما مصدر الكهرباء عندي كان direct current سورس، يعني دي سي سورس، يعني كنا بنوصل كل الدايرة بتاعتنا بمصدر كهربا نوعه دي سي، current fixed in intensity and direction. النهاردة بقى هنتكلم عن ال alternating current circuits. هنتخيل لو انا عندي دايرة بتتكون من مجموعة اجزاء components معينة، لو انا وصلت ال components دي ب alternating current source، يا ترى ايه هو الفعل اللي هيحصل معاهم او ايه التغير اللي هيحصل لهم بعد توصيلهم بالالترنيتنج كارنت سورس؟ هنبتدي نتكلم اول حاجه عن الالترنيتنج كارنت، هنحاول نتعرف عليه نفهم يعني ايه الالترنيتنج كارنت، يبتدي يبقى اوضح لنا بشكل اكبر ايه هي خصائص الالترنيتنج كارنت. تعالوا مع بعض نرسم شكل الالترنيتنج كارنت ونتكلم عنه. زي ما قلنا اعزائي الطلاب، لو انا عايز ارسم الالترنيتنج كارنت هرسمه بالشكل ده، هو كارنت بيبتدي يزيد ويقل، يعني ده كده اسمه الالترنيتنج كارنت. طب حلو جدا، ده شكل الالترنيتنج كارنت، جزء منه بيبقى في البوزيتيف وجزء منه بيبقى في النيجاتيف. طب لو انا عايز اعرفه، يعني انا لو عايز اقول لك ايه هو الالترنيتنج كارنت، ايه هو مفهوم الالترنيتنج كارنت، تقصد بايه الالترنيتنج كارنت ده؟ هنقول الالترنيتنج كارنت it is current variable in intensity and direction. ده current بيكون متغير في الانتنستي وال direction، يبقى it is a current which is variable in intensity and direction، يبقى ده الالترنيتنج كارنت. طب ايه هي صفاته؟ اول صفة ليه او نقول من اهم خصائصه او مميزاته لما نبص لشكل الالترنيتنج كارنت، هنلاقي ان الالترنيتنج كارنت change its direction، بيغير اتجاهه every half cycle. الالترنيتنج كارنت بيغير اتجاهه كل نص لفة، يعني نص اللفة في البوزيتيف ونصها التاني بيبقى في النيجاتيف. وفي نفس الوقت الالترنيتنج كارنت ده change its intensity، وبيغير شدته each quarter cycle، يبقى هو بيغير اتجاهه كل نص لفة وبيغير شدته كل ربع لفة، يعني ربع اللفة بيزيد يقل يزيد يقل، ودي بنقول عليها one complete cycle. يبقى الالترنيتنج كارنت it is a current which can change its direction each half a cycle and change its intensity every quarter cycle. هنتكلم عن مفهوم خاص بالالترنيتنج كارنت هو الفريكوانسي اوف ذا الالترنيتنج كارنت. الفريكوانسي او الميو اوف ذا الالترنيتنج كارنت، وكنا اتكلمنا عنها، هنقول it is number of cycles made by the alternating current per second، هي عدد اللفات اللي بيصنعها الالترنيتنج كارنت في الثانية الواحدة. It is the number of cycles per second، وطبعا الميجرنج يونت هنا هي ال هرتز او الاتش زد، وكنا اتكلمنا عن الفريكوانسي لما شرحنا الاي سي دينامو. يبقى ده تعريف الالترنيتنج كارنت وده الفريكوانسي. احنا اغلبيه الكهرباء اللي متوصله في بيوتنا نوعها طبعا الترنيتنج. طب ليه اعزائي الطلاب؟ ده سؤال مهم جدا، ليه الالترنيتنج كارنت هو الكارنت اللي مستخدم في اغلبيه الاجهزه في بيتنا؟ تعالوا نتعرف على the properties of the alternating current، ايه هي مميزات الالترنيتنج كارنت او صفاته اللي تخلينا
نلجأ ليه؟ نكتب أول حاجة، يبقى احنا عايزين نتكلم في الصفحة دي عن ال properties of alternating current. ايه هي خصائص الالترنيتنج كارنت اللي تخلينا نلجأ لاستخدامه؟ اول خاصيه للالترنيتنج كارنت ان هو كارنت كان تشينج انتو دي سي كارنت، ان الالترنيتنج كارنت ممكن احوله للدي سي كارنت زي ما خدنا في الاي سي دينامو عن طريق الكوميوتيتور، ان انا بدل التو ميتر رينجز بالكوميوتيتور. يبقى اذا الالترنيتنج كارنت من اهم مميزاته ان هو كارنت ممكن يتحول بشكل سهل للدي سي كارنت باستخدام الكوميوتيتور، او زي ما هناخد بعد كده جزء خاص بالدايود، ولكن بعد الفاصل هنتكلم عن الجزئية دي اعزائي الطلاب. رجعنا تاني اعزائي الطلاب مع موضوع حلقتنا الخاص بالدي الاي سي الكتريك سيركتس، وكنا اخر حاجه وقفنا عندها يا ترى ايه هي خصائص الالترنيتنج كارنت. تعالوا نتعرف عليه، ايه هي اهم مميزاته. اول مميز عندي ان الالترنيتنج كارنت بسهوله ممكن يتحول لدايركت كارنت. تاني حاجه قلنا زي ما قلنا، لا اما بالكوميوتيتور لا اما بالدايود، وده اللي هنعرفه في المحاضرات اللي جايه. تاني حاجة غير ان هو ينفع يتحول لاي سي كارنت، نقدر نقول ان الاي سي كارنت ممكن نعمل له ستيب اب اور ستيب داون باي يوزنج ترانسفورمر. الالترنيتنج كارنت بسهولة جدا ممكن اعمل له ستيب اب او ستيب داون باستخدام الترانسفورمر، واحنا قلنا ان الترانسفورمر ده يقدر يعمل ستيب اب وستيب داون للالترنيتنج كارنت بس. فبما ان الالترنيتنج كارنت ممكن اعمله ستيب اب وستيب داون، قلنا في الترانسفورمر ان انا اقدر انقله لمسافات طويله في الترانسميشن لاين باستخدام الالكتريك ترانسفورمر. يبقى الالترنيتنج كارنت يقدر يمشي مسافات كبيره جدا من غير ما يحصل لوز في الانرجي. يبقى كان تشينج انتو دي سي كان بي ستيب اب اور ستيب داون فور لارج ديستانس. تالت حاجة غير ان انا اقدر اعمله ستيب داون اب وستيب داون، لازم نعرف ان بوس الاي سي او الدي سي كارنت الالترنيتنج او دايركت كارنت هاز ثيرمال افكت اون اني واير زي موف ثرو ات، ان سواء الالترنيتنج كارنت او الدايركت كارنت بيسببوا ثيرمال انرجي او انرجي كونسيومد في اي سلك بيمشوا فيه، بيولدوا حراره. طبعا ده نتيجه الكوليجن ما بين المولكيولز والالكترون، يعني بشكل خاص بسبب الاوميك ريزيستنس. يبقى الالترنيتنج كارنت والدايركت كارنت بيسببوا تاثير حراري او بيولدوا هيت انرجي لما يمشوا في اي سلك، لان انتاج الحراره دي نتيجه الكوليجن ما بين الالكترونز والمولكيولز، ما بيعتمدش على اتجاه الكهرباء. اخر حاجه نعرفها على الالترنيتنج كارنت ان الالترنيتنج كارنت، طب ما هو فيه كل المميزات دي، بس في بعض العمليات ما بنقدرش نستخدم فيها الالترنيتنج كارنت. زي ايه؟ زي عمليتين، عمليه الالكتروليسيز او عملية التحليل الكهربي اللي كلكم طبعا درستوها في الكيمستري، الالكتروليسيز والالكتروبليتنج او الدهان الكهربي. يبقى في بعض العمليات بتحتاج ان الفولتج اتجاهه يكون ثابت زي عملية الالكتروليسيز او عملية الالكتروبليتنج. العمليتين دول ما ينفعش استخدم فيهم الترنيتنج كارنت، لازم استخدم فيهم دايركت كارنت. يبقى it cannot be used if the electrolysis or the electroplating but we can use the DC current. هنا ينفع استخدم الدي سي كارنت. طب السؤال اعزائي الطلاب، طب الالترنيتنج كارنت احنا اتكلمنا ان هو كارنت فاريبل في الانتنستي والدايركشن، يعني ملوش ماجنتيود ثابت، ملوش فاليو ثابت. طب لو انا عايز اقيسه، اتفقنا ان الجلفانومتر بيفشل لان الجلفانومتر بيعتمد على ان الكهرباء تكون دايركت، تكون ثابته. فالالترنيتنج كارنت كارنت قيمته متغيره، يعني عماله تزيد وتقل، وشدته برضه متغيره واتجاهه متغير، يعني ملوش اتجاه معين
ده بيزيد وبعد كده يرجع يقل وبعد كده يزيد في الاتجاه التاني ويرجع يقل. فبالتالي ما ينفعش استخدم الجلفانومتر، وده كان سؤال اخدناه قبل كده ونأكد عليه تاني. give reason the galvanometer cannot be used to measure the alternating current. هنقوله عشان alternating current is a current which is variable in magnitude and direction. يبقى بما ان alternating current current يعتبر variable في magnitude والدايركشن، يبقى الدايركت كرنت، يبقى الالترنيتنج كرنت ما ينفعش نقيسه باستخدام الجلفانومتر. طب بنقيسه باستخدام ايه؟ جهاز جديد اسمه الهوت واير اميتر. طب ايه فكره الجهاز ده؟ فكرته بشكل بسيطه بتعتمد على الثيرمال انرجي بروديوسد فروم ذا كرنت. يعني ايه؟ يعني انا بشوف دلوقتي لو انا جبت سلك مشي فيه الترنيتنج كرنت، طب ما هو الواير ده هيسخن وهيحصل له اكسباندنج، هيتمدد. طب لو انا زودت الكرنت اللي ماشي فيه الاكسبانشن هيزيد، التمدد هيزيد. فعن طريق هشوف قد ايه قيمه التمدد دي هقدر احسب قد ايه قيمه الكرنت. فبالتالي الالترنيتنج كرنت ممكن اقيسه باستخدام ذا هوت واير اميتر. ومن الاسم بتاع الجهاز واضح، سلك يمشي فيه كهرباء يسخن، هشوف حصل له اكسبانشن بقد ايه، اعرف قيمه الكرنت قد ايه. واحد يقول لي بس يا مستر الالترنيتنج كرنت يعني كرنت متغير، فانت ازاي هتحدد له قيمه؟ لا، انا هحدد الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كرنت، القيمه الفعاله بس من الالترنيتنج، لان هو ملوش قيمه ثابته. فبالتالي بالهوت واير اميتر ده ممكن احدد الالترنيت الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كرنت اونلي. يبقى تعالوا نتكلم على الجهاز بتاعنا النهارده، هنتكلم عن الهوت واير اميتر. يبقى ده كلامنا النهارده عن الهوت واير اميتر. طب زي ما قلنا هنتكلم على الهوت واير اميتر، اي جهاز في الدنيا بيهمني حاجتين، اول حاجه اليوز، ايه هو استخدامه، تاني حاجه ذا ساينتفك ايديا. يبقى زيه زي اي جهاز في الدنيا يهمني فيه حاجتين، اول حاجة ايه هو استخدام الجهاز، تاني حاجة ايه هي الفكرة العلمية اللي قايم عليها الجهاز. تعال نكتب اول حاجة اليوز، ايه هو استخدامه؟ it measures، بستخدمه عشان اقيس ايه بقى؟ واحد يجري بسرعة يقول لي الالترنيتنج، هقول له صح، بس هنقول حاجتين، it measures the value or the intensity of DC current. واحد يقول لي انت غلطان، هقول لك لا، هو الهوت واير اميتر فعلا يقدر يقيس الانتنستي بتاع الدي سي كارنت والاي سي كارنت، لان احنا اتفقنا ان اي سلك تمشي فيه كهرباء اي سي او دي سي هيسخن. فبالتالي هو اي نوع من انواع الكارنت ده مشي في الواير هيبتدي يدي ريدنج. يبقى احنا بنقول الهوت واير اميتر ده بستخدمه عشان اقدر اقيس قيمه الفاليو اوف ذا دي سي كارنت والاي سي كارنت، بس ما ينفعش اقول الاي سي، هقول ايه؟ الافكتيف فاليو اوف ذا اي سي، لان الاي سي ملوش قيمه معينه. ات ميجرز ذا افكتيف فاليو اوف اي سي كارنت كمان، يبقى بيقيس حاجتين، بيقدر يقيس الاي سي والدي سي، بس ما اقولش الاي سي، لازم اقول ان هو بيقيس الافكتيف فاليو اوف ذا اي سي كارنت. يبقى ايه هو استخدام الهوت واير اميتر؟ It is used to measure the value of the direct current and it is used to measure the effective value of the alternating current. يعني هو يقدر يقيس الدي سي كله ويقيس الافكتيف فاليو بتاع الاي سي كمان، ده استخدام الهوت واير اميتر. طب ايه هي الساينتفك ايديا او الساينتفك بيز؟ الساينتفك ايديا the thermal effect of the current، التأثير الحراري للإلكتريك كرنت. يعني ايه التأثير الحراري؟ قلنا باختصار لو عايزين نوضحها، any current، اي current مهما يكن نوعه، passes in a wire will increase its temperature، ده هيرفع من درجة حرارة الواير، عشان كده سميناه هوت واير اميتر.
which leads to its expansion. وده هيسبب expansion للواير. فلو حصل expansion للواير هقدر اعرف هو عمل له expansion بقيمة قد ايه، اذا قيمة الكرنت ده قد ايه. يبقى اي كهربا بتمشي في اي سلك ده بيزود درجة حرارتها، فده بيؤدي للاكسبانشن اوف ذا واير. فانا هشوف الواير ده حصل له اكسبانشن بقيمه قد ايه، فبالتالي هقدر احدد قيمه الكرنت اللي كانت ماشيه عندي بقد ايه. يبقى ده بستخدمه عشان اقيس الدي سي كرنت او اقيس الافكتيف فاليو اوف ذا اي سي كرنت. طب الايديا ثيرمال افكت اوف ذا كرنت. طب ازاي؟ اي كهربا بتمشي في سلك بترفع درجه حرارتها بيؤدي للاكسبانشن اوف ذيس واير، بيؤدي لارتفاع درجه حراره السلك ده. يبقى هو ده الهوت واير اميتر. سهل جدا اعزائي الطلاب، ده استخدامه، ده فكرته العلميه. طب تعالوا نتكلم عن شكل الجهاز وتركيبه. تعالوا بقى نشوف الاستراكشر اوف ذا ديفايس، وخد بالك ناكد عليها تاني، الفرق ما بين الجلفانومتر والهوت واير اميتر. الجلفانومتر بيقيس الدي سي كرنت بس، بس بيقيس حاجتين، الانتنستي والدايركشن، يقدر يقيس الاتجاه وشده الدي سي كرنت. اما الهوت واير اميتر يقدر يقيس الانتنستي اوف ذا دي سي كرنت اونلي اند ذا افكتيف فاليو اوف ذا اي سي. يعني الالترنيتنج الهوت واير اميتر ده بيقيس قيمه الكهرباء لكن ما يقدرش يحدد اتجاهها، لانه بيعتمد على الثيرمال انرجي بروديوسد فروم ذيس الكتريستي. عكس الجلفانومتر يقدر يحدد شده واتجاه. طب ايه الايديا بتاعت الجلفانومتر؟ الماجنتيك تورك اكت اون كويل. اما الايديا بتاعت الهوت واير اميتر الثيرمال افكت، يبقى ده بيعتمد على الماجنتيك افكت اوف ذا كرنت، اما ده بيعتمد على الثيرمال افكت اوف ذا كرنت. تعالوا نشوف شكل الهوت واير اميتر ازاي. تعالوا نشوف، ادي الجهاز اهو موجود عندي زي ما احنا شايفين شكل الجهاز. هنا بنوصل السلك اللي احنا هيتمدد لما تمشي فيه الكهرباء. يبقى ده شكل السلك اللي عندنا، اللي يعتبر هو ده اساس الجهاز، هو ده السلك اللي هيتمدد لما تمشي فيه الكهرباء. طب السلك ده دايما بيبقى مصنوع من ايه؟ بيبقى مصنوع من البلاتينيوم او بلاتينم واير. يبقى أول حاجة عندي بلاتينم واير، سلك من مادة البلاتين. السلك ده when the current pass through it it expand so we can measure the reading، فبالتالي أقدر أقيس الريدنج أوف ذا إلكتريستي أو الفاليو أوف ذا ألترنيتنج كارنت. يبقى هو سلك عادي لما تمشي فيه الحرارة بيتمدد، فبالتالي أقدر أشوف اتمدد بقد إيه فأقيس الكهرباء. طب أنا هعرف اتمدد بقد إيه إزاي؟ بنيجي نربطه هنا بواير مصنوع من مادة السلك او الحرير وملفوف حوالين رولر، والواير ده بعد كده مرتبط بسبرينج تحت بسوستة. يبقى تاني حاجة موجودة عندي هي السلك واير، سلك من الحرير. تالت حاجة موجودة عندي الرولر، الرولر دي اللي بتدور وبنبقى مثبتين عليها البوينتر، يعني البوينتر بيبقى فيكسد اون ذا رولر، مثبتينه هنا على الرولر كده. ادي البوينتر المؤشر بتاع الجهاز، وطبعا هنا السكيل طبعا، والكهرباء بتدخل من هنا وبتخرج من الناحيه الثانيه بالشكل ده. واخر حاجه طبعا السبرينج اللي هي موجوده تحت دي. يبقى لو بصينا للجهاز هنلاقي ان الجهاز بيتكون من اربع او خمس قطع. اول قطعه البلاتينم واير اللي هو لما بيمشي فيها الكهرباء بتسخن وتتمدد. طب حصل لها اكسباندنج والفوليوم زاد، بتبقى مربوطه بسلك واير، مربوطه بسلك من الحرير. طب ده دوره ايه؟ السلك واير when the current pass through it it expand، لما يمشي في السلك واير كهرباء السلك ده بيتمدد، فلما يتمدد السلك واير بيشده لتحت، لان السلك واير مربوط بسبرينج بسوسته. فلما السلك واير ده زي خيط السناره بالظبط كده يتشد لتحت يبتدي يلف البكره دي، فتبتدي البوينتر يلف مع دوران البكره. يعني الجزء اللي تحت ده عامل زي الجزء الخاص بالسناره،
خيط من الحرير، الخيط ده ملفوف حوالين بكره. اول ما البلاتينم واير ده تمشي فيه الكهرباء والفوليوم بتاعه يزيد او يعمل اكسباندنج يتمدد، يبتدي الخيط السلك او خيط الحرير ده يشده لتحت فيلف البكره، فلما يلف البكره البوينتر يبتدي يجيب القرايه اللي احنا عايزينها. يبقى ده دور السبرينج ان هي تشد الخيط اللي تحت ده زي خيط الصناره بالظبط. طب اول او اهم قطعه موجوده عندي في الجهاز هي البلاتينم واير دي، اعتبر هي دي اساس الجهاز. سلك لما تمشي فيه الكهرباء بيتمدد، ولما يتمدد يبتدي يديني الكهرباء. طب السؤال بقى، ليه من ماده البلاتينم؟ اشمعنى ماده البلاتينم؟ دي جزئيه مهمه جدا، دي اول جزئيه يسالني عليها. ليه البلاتينم واير ميد اوف بلاتينم؟ ليه ماده البلاتينم بالذات؟ اول حاجه ان ماده البلاتينم ماده اكسباند ماركلي او يونيفورم اكسباندنج. يبقى اول حاجه ان ماده البلاتينم دي ماده اكسباند ماركلي، يعني بتتمدد بشكل ملحوظ وبتتمدد بشكل منتظم، فبالتالي لما تمشي فيها الكهرباء بتتمدد بشكل انت تقدر ايه تشوفه. تاني حاجه غير ان هي اكسباند ماركلي بتتمدد بشكل منتظم، ان هي هاي ميلتنج بوينت، مادة عندها درجة انصهار عالية. طب وده مفيد في ايه؟ ان مهما تكن قيمة الكهرباء اللي ماشية فيها بتولد حرارة عالية مش هيسيح البلاتينم واير ده. يبقى اول حاجة ات اكسباند ماركتلي، يعني بتتمدد بشكل منتظم وشكل ملحوظ نقدر نشوفه بعينينا، وعندها هاي ميلتنج بوينت. طب دي اول حاجة. تاني حاجة اعزائي الطلاب، السلك واير او الخيط بتاع الحرير ده، خد بالك قلنا سلك واير ده خيط عامل زي خيط الصناره بالظبط. طب ليه بنصنعه من ماده السلك او ماده الحرير؟ ده سؤال تاني جبريزون بيقول لي، ممكن يقول لي ليه الخيط اللي موجود عندي ده اللي بيدور حوالين البكره ومربوط بالسبرينج تحت بالسوسته اللي تحت دي بنصنعه من السلك واير او ماده الحرير؟ عشان ات كان هولد هاي تنشن، يعني المادة دي بتتحمل الشد بشكل قوي جدا من غير ما تتقطع. يبقى it can hold tension، تقدر تتحمل الشد بدرجة عالية. دي تاني جفريدو ممكن يجي عندي ليه الواير اللي في النص ده مصنوع من مادة السلك او الحرير. اخر جزئية ممكن يجي فيها جفريدو، ان زيه زي اي اميتر لازم اوصله بشنط ريزيستنس. يبقى الجهاز هنا لازم يتوصل بشنط ريزيستنس. ودي تالت جزئيه ممكن يسالني، ليه لازم الهوت واير اميتر يبقى فيه شنط ريزيستنس؟ يبقى احنا كده اتكلمنا ليه لازم يكون فيه شنط ريزيستنس، عشان نفس الجبريزون اللي خدناه للشنط الريزيستنس العاديه، ات ديكريزز توتال ريزيستنس اوف اميتر، ده بيقلل التوتال ريزيستنس اوف ديفايس، ده بيقلل مقاومه الجهاز، ميك ات ايبل فروم ميجرينج هاي كرنت انتنسيتي، فده يخليه يقيس هاي كرنت انتنسيتي. يبقى احنا عندنا ثلاث اجزاء مهمه جدا في الجهاز. تعالوا نشوف شكل الجهاز بسرعه. اول حاجه الجهاز بيتكون من بلاتينم واير. طب ليه ماده البلاتينم بالذات؟ عشان قلنا دي كان اكسباند ماركتلي، تعرف تتمدد بشكل منتظم، وهاز هاي ميلتنج بوينت. سلك واير خيط من الحرير. ليه السلك؟ عشان السلك واير او ماده الحرير دي كان هولد تنشن، تقدر تتحمل الشد بشكل قوي جدا زي خيط الصناره قلنا. ويبقى في رولر بكره مربوط عليها البوينتر، عشان لو البكره دي دارت السلك واير لو نزل لتحت البكره تدور فالبوينتر يدور. وبعد كده مربوطه بسبرينج يعني بسوسته، بحيث هي اللي تشد السلك واير وتدور البكره. يبقى متوصل شنط ريزيستنس. ليه شنط؟ عشان قلنا it decreases the total resistance of the device to make it able from measuring high current intensity without being damaged، من غير ما تتدمر الجهاز لو مشي فيه كهرباء عاليه. ده كده تركيب الجهاز. نيجي نتكلم على السكيل، ودي حتة مهمة جدا. سكيل اوف هوت واير
أميتر. تعالوا نشوف شكل السكيل بتاع الجلفانومتر وشكل السكيل بتاع الهوت واير اميتر. ده الجلفانومتر، شكل السكيل ان الزيرو دايما بيبقى في النص، وبنلاقي الارقام موجودة على اليمين وعلى الشمال. الزيرو سكيل بتاع الجلفانومتر بيبقى في الميدل، يبقى ده شكل السكيل الخاص بال جلفانومتر. طب شكل السكيل الخاص بتاع الهوت واير اميتر بيبقى عامل ازاي؟ الزيرو بيبقى هنا، وادي الدرجات، وده طبعا امثله مش حقيقيه، يعني انا بفترض ارقام افتراض من عندي بس عشان اوريك شكله ازاي. وده شكل الهوت واير اميتر. يبقى ده شكل السكيل بتاع الجلفانومتر وده شكل السكيل بتاع الهوت واير اميتر. اول حاجه هنلاحظها ايه؟ الجلفانومتر الزيرو سكيل ان ذا ميدل، اما هنلاحظ في الهوت واير اميتر الزيرو سكيل اون ذا ليفت، الصفر بتاعه موجود ناحيه الشمال او ممكن يكون ناحيه اليمين عادي، بس المهم ان هو مش في النص. لكن عكس الجلفانومتر بتلاقي الصفر موجود في النص. وده اول سؤال جه في ريزون، ليه الزيرو سكيل في حاله الجلفانومتر ان ذا ميدل؟ عشان قلنا الجلفانومتر بيقدر يقيس الدايركشن اوف ذا كارنت، بيقدر يقيس الكهرباء، فيقول لك الكهرباء ماشيه كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز حسب البوينتر راح يمين او شمال. يبقى الزيرو سكيل في الجلفانومتر بيبقى ان ذا ميدل، سو وي كان ديتيرمن ذا دايركشن اوف ذا الكتريستي. عكس الهوت واير اميتر الزيرو سكيل فين؟ تو ذا ليفت. ليه موجود في الليفت؟ عشان هو ما بيحددش اتجاه الكهرباء، فمش فارق، الكهرباء ما لهاش غير اتجاه واحد، لان هو ما بيقيس غير الشده، ملوش دعوه باتجاه الكهرباء. تاني حاجه هنلاحظها ان الجلفانومتر سكيل از يونيفورملي، التدريج بتاع الجلفانومتر تدريج منتظم. يعني ايه تدريج منتظم؟ يعني البوينتر بيلف بزوايا موحده ما بين كل درجه والتانيه، او المسافات ما بين درجات واحدة، يعني المسافة من الزيرو للوان هي هي، من الوان للتو هي هي، من الوان للثري. لكن لو بصينا للهوت واير اميتر هنلاقي ان المسافات مش واحدة، يعني المسافة من زيرو لوان اقل من المسافة من وان لتو، اقل من المسافة من تو لثري، وهكذا. من كل ديجري والتانية في مسافات مختلفة. فهنا هنقول الهوت واير اميتر عكس الجلفانومتر، نون يونيفورملي سكيلد. وده سؤال مهم جدا، ليه الهوت واير اميتر از نون يونيفورملي سكيل؟ لان هو بيقيس الكهرباء عن طريق الحراره اللي ماشيه فيها. هي كان ميجر ذا الكتريستي اكوردنج تو اتس ثيرمال انرجي، وزي ما احنا عارفين ان الثيرمال انرجي او الالكتريك انرجي كونسيومد ان فورم اوف انرجي ايكوال اي سكوير ار تي. الثيرمال انرجي ساعات بنديها رمز الكيو، ثيرمال انرجي، فبنقول از ذا ذا ثيرمال انرجي اللي هي كيو، مش اقصد اللي تشارج هنا، اقصد الثيرمال انرجي از دايركت بروبورشنال ويز ذا كارنت انتنسيتي سكوير. يعني الكهرباء هنا بتبقى ما بتعتمدش على الكارنت، لا ده بتعتمد على السكوير اوف ذا كارنت. طب فين النون يونيفورملي سكيلد في كده؟ تعال نشوف. يعني لو الكارنت زاد الدبل، زاد مرتين، الثيرمال انرجي هتزيد اربع مرات. طب لو الكرنت زاد ثلاث اضعاف قيمته اللي فاتت، الحراره اللي هتتولد هتزيد تسع اضعاف، لان هي مش دايركت بروبورشنال مع الكرنت، دي دايركت بروبورشنال مع سكوير اوف ذا كرنت. طب لو زاد اربعه، الحراره اللي هتتولد هتزيد 16 مره، والحراره اللي هتتولد دي اللي بتتحكم في قياس الجهاز. فهنلاحظ ان التدرج في الزيادة مش منتظم، من 4 ل 9، 9 ل 16، ولو ده زاد 5 يبقى 25، وده هكذا. يبقى التدرج هنا ما بيبقاش منتظم، يبقى التدرج في الحرارة ما بيبقاش منتظم، لأنها ما بتعتمدش على الكرنت، ده بتعتمد على السكوير اوف ذا كرنت، وهكذا. يبقى هنلاحظ إن كل ما الحرارة بتزيد، الكهرباء بتزيد، الحرارة بتزيد أضعافها بسبب السكوير ده،
القراية بقت تزيد أضعاف قيمتها اللي فاتت، فمش هيبقى تدريج منتظم عكس الكرنت تدريجه منتظم اللي هي درجة درجة درجة، لكن هنا بتزيد باختلاف الدرجات اللي هي 5 وبعد كده 7 وبعد كده ايه من 16 لغاية 25 اللي هي 9 هكذا. فبالتالي التدريج مش منتظم لأن الثيرمال انرجي از دايركت بروبورشنال وذ ذا كرنت سكوير، مع السكوير اوف ذا كرنت. ده تاني يجيب ريزون عندنا هنا في الزيرو في السكيل اوف ذا جيلفانومتر. برضو في حاجه مهمه جدا لو هنتكلم عنها، ان انت بتتكلم دلوقتي يا مستر ان الجهاز قايم على فكره بسيطه انك تدي الجهاز ثيرمال انرجي فالواير يسخن فالواير يعمل اكسباندنج فبالتالي البوينتر يدور ويديني الكهرباء. طب بيجي ساعات يقول لي وين داز ذا بوينتر اوف ذا هوت واير اميتر سيتل؟ انت البوينتر بتاع الهوت واير اميتر سيتل او يثبت او يسكن في مكانه. هنقول بشكل بسيط يا مستر ده ما بيحصلش غير في حاله واحده، امتى؟ لما كوانتيتي اوف هيت جيند ايكوال ذا كوانتيتي اوف هيت لوست. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت دلوقتي بصيت للمشكله من جانب واحد، انما المشكله انما في جانبين للحراره. في حراره بيكتسبها الواير اكوايرد باي ذا واير ديو تو ذا الكتريك كارنت بسبب الكهرباء اللي ماشيه فيه، وفي ثيرمال انرجي ثانيه لوزد باي ذا واير اور راديتد باي ذا واير تو ذا اكسترنال انفايرمنت. يعني الواير ده بيكتسب حراره بسبب الكهرباء اللي ماشيه فيه، وبيفقد حراره للانفايرمنت او للبيئه اللي هي ايه محاطه بيه لسبب اختلاف درجه حرارته عنها. يجي يقول لي وين داز ذا بوينتر اوف ذا هوت واير اميتر سيتل؟ تعال نشوفها دي. وين داز ذا بوينتر سيتل اور ستوب ات ديجري؟ امتى المؤشر بتاع البوينتر يقف عند درجه معينه؟ يعني هو المؤشر بيبتدي يزيد 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 لغايه ما يجي عند درجه معينه ويبتدي يقف. طب هو بيقف امتى؟ تعالى نسال السؤال ده، ممكن يجي لي في الاثنين، ممكن يجي لي في الجلفانومتر وممكن يجي لي في الهوت واير اميتر. الجهاز ده ممكن يجي لي في الاثنين لو انت بتتكلم على جهاز الجلفانومتر ولو انت بتتكلم على جهاز الهوت واير اميتر. امتى المؤشر بيقف في الجلفانومتر؟ هنقول له في الجلفانومتر بيقف وين؟ امتى بقى اعزائي الطلاب؟ في الجلفانومتر بيقف لما يكون وين ذا ماجنتيك تورك، لما الماجنتيك تورك بسبب الكهرباء ايكوال الاستيك تورك اوف ذا سبايرال سبرينجز اوف سبايرال سبرينجز. لما التورك اللي بسبب الكهرباء بيبقى قد التورك اللي بتسببه السوسة اللي احنا رابطينها بالجلفانومتر كويل. طب في الهوت واير اميتر بيقف امتى؟ لما الكوانتيتي اوف ذا هيت جيند باي ذا هوت واير اميتر ديو تو ذا ثيرمال انرجي ايكوال ذا كوانتيتي اوف ذا هيت راديتد تو external او surrounding environment. يبقى دي حاجتين نشوفها. امتى البوينتر بتاع الجلفانومتر بيقف؟ لما الالاستيك تورك تساوي الماجنتيك تورك. طب امتى البوينتر بتاع الهوت واير اميتر يقف؟ لما الهيت جين تساوي الهيت راديتد، لكن ما كميه الحراره اللي بيكتسبها الجهاز تساوي كمية الحرارة اللي بيفقدها الجهاز للانفيرومنتال سراوندينج ليها. طب ده كده البوينتر بتاع الجلفانومتر. تعال نتكلم عن مشكلتين خاصين بالجهاز ده، ودي هنقول عليها ديسادفانتج ان ذا هوت واير اميتر. يعني نقدر نقول ان دي شوية عيوب في الجهاز، ديس ادفانتج اوف هوت واير اميتر. ايه هي اهم عيوب الهوت واير اميتر؟ هنقول هما مشكلتين.
اول مشكلة هنقول it's pointer deflects slowly and returns to zero slowly. البوينتر بيتحرك ببطء ويرجع للزيرو ببطء، دي اول مشكلة عندي. طب ليه؟ ما هو الجهاز قايم ان السلك ده تمشي فيه الكهرباء فيسخن، فلما يجي يسخن يبتدي البوينتر يتحرك. طب لو انا شلت الكهرباء السلك يبتدي يبرد فالبوينتر يرجع للزيرو تاني. طب ما هو خد بالك من حاجة معينة، ما هو انا السلك بيبتدي يسخن، هو هيسخن مرة واحدة ولا بياخد وقته عقبال ما بيسخن؟ بياخد وقته عقبال ما بيسخن. طب لما تقطع عنه الكهرباء ويبتدي يبرد، ما هو ما بيبردش مرة واحدة برضه، بيفضل واخد وقته عقبال ما يبرد تاني. فبالتالي بنقول ان البوينتر بتاعه بيعمل ديفليكت سلولي وريتيرن تو زيرو سلولي، بيتمدد ببطء ويرجع للصفر ببطء، طبعا لانه طبعا هي جين هيت اند لوز هيت سلولي، بيفقد ويكتسب الحراره بسهوله. ودي حلها ممكن ان احنا نستخدم ثين بلاتينوم واير، ان انا احاول اقلل السيكنس بتاعت البلاتينوم واير بحيث التمدد يكون سريع وملحوظ. طب تاني مشكله عندي هي الزيرو ايرور، ان هي ان اتس ريدنج is affected by surrounding temperature. ان قياسه بيتأثر بدرجة حرارة البيئة اللي محاطة بيه. يبقى دي حاجة مهمة جدا، الزيرو ايرور، ان it is affected by the temperature. ما ممكن يكون في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها الجو حر شويه او حر شويه، فبالتالي السلك ممكن يسخن، فيحس ان لما يسخن بيتمدد، فبالتالي البوينتر بيحس ان في حاجه فيبتدي يدي قرايه، رغم ان هو مش سبب ان درجه حراره السلك زادت هي الكهرباء، هو درجه حرارته زادت بسبب البيئه اللي هو موجود فيها، فبالتالي يدي قرايه رغم ان هو ما فيهوش كهرباء. طب دي علاجها ايه؟ احنا قلنا زيرو ايرور يعني بيتاثر درجة الحرارة اللي حواليه. دي حلها ان انا اعمل فيكس للبلاتينم واير، اجيب السلك البلاتينم ده اثبته اون بليت ميد اوف سيم ماتيريال، اثبته على بليت او شريحة ميد اوف سيم ماتيريال، اثبته على حاجة مصنوعة من نفس المادة. يعني ايه من نفس المادة؟ يعني same expansion coefficient. هثبته على حاجة ليها نفس الـ expansion coefficient، هثبته على حاجة ليها نفس التمدد الحجمي، يعني بتتمدد بنفس المقدار. يبقى by fixing the platinum wire on a plate made of the same material، هثبته على حاجه ليها نفس التمدد، بحيث لو السلك زاد بسبب درجه الحراره بتاعت الاوضه اللي هو فيها البليت دي تتمدد فتخليه تنشن تاني، تخليه مشدود تاني، فبالتالي البوينتر ما يدورش لان السلك هيفضل مشدود. دي كده الهوت واير اميتر، وعرفنا ازاي اقدر اقيس الالترنيتنج كارنت باستخدام الهوت واير اميتر. طب حلو جدا، تعالوا بقى نتكلم على الالترنيتنج كارنت سيركت. احنا النهارده عرفنا يعني ايه الالترنيتنج كارنت، عرفنا ايه اهم مميزاته، عرفنا الالترنيتنج كارنت ازاي نقدر نقيسه، واكتشفنا ان انا ما اقدرش اقيس اتجاهه لان هو ملوش اتجاه ثابت، ولا اقدر اقيس شدته لان شدته متغيره، فبقيس الافكتيف فاليو اوف ذا الالترنيتنج كارنت، فبالتالي بقدر اقيسها عن طريق الثيرمال انرجي. النهارده بقى هنكمل كلامنا ونتكلم، طب يا ترى الكومبوننت اوف ذا سيركتس القديمه لو انا وصلتها بالترنيتنج سورس ايه اللي هيحصل؟ فهنتكلم عن ثلاث دوائر، اول دايره اسمها ار سيركت، ثاني دايره اسمها ال سيركت، ثالث دايره اسمها سي سيركت، ار ال سي الكتريك سيركتس. طب يعني ايه ار ال سي الكتريك سيركتس؟ بشكل بسيط اعزائي الطلاب،
ار سيركت معناها ان انا جبت الترنيتنج سورس زي الدينامو وصلته بريزيستور، سي سيركت يعني وصلت كويل بالترنيتنج سورس، ال سيركت وصلت معلش ال هي كويل بالترنيتنج سورس، سي سيركت يعني كاباستور وصلته بالترنيتنج سورس. هنشوف ايه اللي هيحصل في الدايره دي، وهنبتدي باول دايره موجوده عندنا هي الار سيركت. تعالوا نكتبها مع بعض. يبقى دي اول الكتريك سيركت عندنا اسمها ار سيركت. هي الار سيركت دي اعزائي الطلاب، الار سيركت دي عباره عن سيركت بتتكون من اي سي سورس وليكن داينامو، ورمز الاي سي سورس او رمز الالترنيتنج كارنت العادي، متوصله بريزيستور زي ما احنا شايفين كده. يبقى هي دي يطلق عليها الار سيركت، هي عباره عن الترنيتنج كارنت متوصله باوميك ريزيستور. طب احنا عارفين ان الفولتج اللي بيمر في الريزيستور دي قيمته بتتغير لانه متوصل بالترنيتنج كارنت، فالفولتج هنا مش ثابت، الفولتج هنا فاريبل، ومش الفولتج بس، الكارنت كمان بيتغير. طب تعالوا نتكلم على الجزئيه دي. لو انا عايز احسب الفولتج عند اي لحظه بتاثر على الريزيستور دي اسمها الفي انستانتينيوس. يبقى الفي انستانتينيوس كنا بنحسبها عن طريق ان انا بقول في ماكس ساين السيتا. فهنبص بعد كده نلاقي ان في ماكس دي ممكن احسبها عن طريق اي ماكس على الار في ساين السيتا. ما هو في انستانتينيوس بتساوي نفس الكلام ده، ان انا شلت الفي ماكس وحطيت اي ماكس على ار. اي ماكس في ساين السيتا هيديني اي انستانتينيوس، معلش اي في ار في ساين السيتا. اي ماكس في ساين السيتا هيديني اي انستانتينيوس ساين السيتا، اي ماكس ساين سيتا اللي هو هيديني اي انستانتينيوس في الار اعزائي الطلاب. فلقينا حاجه مهمه جدا، لقينا ان الفي انستانتينيوس بتتغير مع تغير السيتا، وبالتالي اي انستانتينيوس بتتغير بنفس السيتا. نكتبها تاني ونقولها كده بسرعه معلش. تعالوا نبص كده مع بعض. يبقى انا عندي الترنيتنج كارنت، الالترنيتنج كارنت ده متوصل بريزيستور، فبنقولها تاني، بنقول ان انا دلوقتي لو عايز احسب الفولتج عند اي لحظه بتاثر على الريزيستور دي، فهقول ان الفي انستانتينيوس بتساوي في ماكس في ساين السيتا، يعني الفولتج بيتغير طبقا لساين سيتا معين. فبالتالي لو هرسم الرسمه الخاصه بالفي انستانتينيوس هتبقى على شكل ساين كيرف. طيب ما هو الفي ماكس دي ممكن نفكها بايه؟ قلنا اي ماكس فار، يعني اي ماكس ساين سيتا هنضربها في ار، لان الفي ماكس هي اي ماكسيمم في ار. طب ما هو اي ماكسيمم في ساين السيتا هيديني اي انستانتينيوس في الار، باعتبار ان اي انستانتينيوس هي اي ماكس في ساين السيتا. فهنلاحظ ان الفولتج دي الريليشن اللي تجمع الفي انستانتينيوس الفولتج والكرنت اللي بيمشي في ريزيستور في لحظه معينه. هنلاحظ ان الفولتج والكرنت الاتنين بيتاثروا بنفس الزاوية. يعني ايه الاتنين بيتأثروا بنفس الزاوية؟ يعني لو السيتا كانت بتسعين للفولتج هتبقى برضو سيتا بتسعين للماكسيمم للاي انستانتينيوس، يعني الاتنين بيوصلوا للماكسيمم مع بعض لان الاتنين بيتأثروا بنفس الزاوية. ولو السيتا بزيرو اذا الفي انستانتينيوس بزيرو والاي انستانتينيوس بزيرو. اذا الفي انستانتينيوس والاي انستانتينيوس نقدر نقول كده ان الاتنين هاف سيم فيز. يعني ايه اعزائي الطلاب؟ يعني الريزيستور لو متوصله بالالترنيتنج سورس الفولتج والكرنت اللي فيها مرتبطين بنفس الزاويه، الاثنين بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض، الاثنين يوصلوا الماكسيمم مع بعض ويوصلوا الزيرو مع بعض لانهم مرتبطين بنفس الزاويه. يبقى دي ملحوظه مهمه جدا، ان انا لو هتكلم في الار سيركتس، يلا كده بصوا معايا كده اعزائي الطلاب، لو انا هتكلم على الدايره ار سيركت نرسمها تاني بسرعه كده،
قلنا هنقول alternating current متوصل بريزيستور، قلنا الفولتج والكرنت اللي بيمر بالريزيستنس، الريزيستنس فاريبل لانها متوصله باي سي سورس، فالكهرباء والفولتج اللي متصلين بيها بيتغيروا. لاحظنا ان الفولتج والكرنت affected by same angle، الاتنين بيتأثروا بنفس الزاوية، الفولتج والكرنت بيتأثروا بنفس الزاوية. يعني انا لو عايز احسب اي انستانتينيوس هتساوي اي ماكس في ساين ثيتا، ولو عايز احسب الفي انستانتينيوس هتبقى في ماكس في ساين الثيتا. سواء الفولتج او الكرنت بيتأثروا بنفس الثيتا اللي ماشيين في الريزيستور دي بسبب الاي سي داينامو ده. اذا الاتنين دول بيوصلوا الماكسيمم مع بعض ويوصلوا الزيرو مع بعض، مش قيمتهم واحده، لا انا قصدي الاتنين بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض. يعني باختصار هنقدر نقول ان في حاله الار سيركت الفولتج ويل current which pass through or act on the resistor have the same phase. ودي حاجة مهمة جدا، ان في حالة ال alternating current circuits، في حالة ال AC circuit ال voltage وال current بيكون ليهم نفس ال phase، يبقى the voltage and the current have the same phase في حالة ال R circuit. يبقى في ال R circuit الفولتج اند ذا كرنت هاف ذا سيم فيز، مفيش حد سابق حد، يبقى ساعتها بنقول الفولتج والكرنت هاف ذا سيم فيز. طب همثلها ازاي بالفيكتور دايجرام اللي انا هرسمه؟ فيكتور دايجرام هقول ان الفولتج في حاله الريزيستور والكرنت بيبقى ليهم نفس الفيز، يعني الاثنين بيبقوا ماشيين مع بعض، ده اسمه فيكتور دايجرام. ده اسمه ايه اعزائي؟ عشان لو قال لي الطلاب، لو قال لي ارسم الفيكتور دايجرام اوف ذا فولتج اند ذا كرنت في حاله الار سيركت، هقول له الفي ار والاي الاثنين مفيش حد سابق التاني، يعني الاثنين ماشيين كده. طب لو في حد سابق التاني همشيه عكس عقارب الساعه، يعني كده مثلا هنقول القلم الاخضر سابق القلم الازرق، كده القلم الاخضر سابق القلم الاحمر ب 90، كده القلم الاخضر سابق القلم الازرق ب 90. يبقى الفيكتور دايجرام معنى ان اتنين قرص في نفس الاتجاه، يعني الاتنين ليهم نفس الفيز، يعني الاتنين بيزيدوا مع بعض ويوصلوا للماكسيمم مع بعض ويقلوا مع بعض ويوصلوا للزيرو مع بعض، كده مفيش حد سابق حد. طب لو عايز اقول الاخضر سابق الازرق يبقى حركه عكس عقارب الساعه، شايفين بحرك الاخضر ازاي؟ يبقى كده الاخضر سابق الازرق، كده الاخضر سابق الازرق، ده كده بنقول الجرين اللي بنقدر نقول leads the blue by 90، وهكذا كل ما يسبق اكتر كل ما حركه عكس عقارب الساعه اكتر. يبقى هنا هنقول الفولتج والكرنت هاف ذا سيم فيز، وده اسمه الفيكتور دايجرام. طيب هنرسمها جرافيكال ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. لو انا عايز ارسم، لو انا عايز في الرسمه دي اعمل ريبريزنت، عايز اعمل ريبريزنت للفولتج والكرنت ان كيس اوف ار سيركت، لو انا عندي دايره ار سيركت عايز ارسم اعمل ريبريزنتيشن للفولتج والكرنت في الدايره دي، همثله ازاي؟ همثله بشكل بسيط جدا، احنا عارفين القانون ايه، تعالى نكتب القانون الاول مع بعض كده. القانون بيقول لي اعزائي الطلاب ان ال V instantaneous بتساوي ال I instantaneous في الريزيستور، يعني ال V equal I في R اللي هو القانون العادي، والاثنين بيتأثروا بنفس الساين ثيتا، فده لو وصل للماكسيمم ده يوصل للماكسيمم معايا. فهنمثلها ازاي جرافيكالي؟ طالما انا بقول الاثنين ليهم نفس الفيز، يعني لو انا رسمت الفولتج بالاحمر اهو ده الفولتج، يبقى الكرنت لازم يبقى بالاخضر، يبقى معاه في نفس الفيز، معاه بنفس الفيز يعني مش قده كده، لا
معاه في نفس الفيزياء يعني، وصل الماكسيمم معاه ونزل الزيرو معاه. يعني لما الفولتج يزيد الكرنت كمان اللي انا محدده باللون الاخضر ده بيزيد، وصلوا الماكسيمم مع بعض والزيرو مع بعض، ووصلوا النيجاتيف ماكسيمم مع بعض ووصلوا الزيرو مع بعض، يبقى انا ساعتها بقول ان هم هاف ذا سيم فيز. يعني الاثنين وصلوا للماكسيمم مع بعض، والاثنين وصلوا الزيرو مع بعض، والاثنين وصلوا نيجاتيف الماكسيمم مع بعض ووصلوا الزيرو مع بعض، يبقى كده انا بقول they have the same phase. They reach zero together, they reach maximum together. بس هنا هنمثلها بثلاث رسومات، وركز معايا عزيز الطالب. ثلاث رسومات ليه؟ بص في الثلاث رسومات اللي انا هرسمهم لك. في الثلاث رسومات دول الفولتج والكرنت هاف ذا سيم فيز. امال ايه الغريب في الموضوع؟ انا بقول لك دلوقتي الفي بتساوي اي في ار، تعالوا نرسمهم معلش في صفحه ثانيه، احنا قلنا الاثنين ليهم نفس الفيز بس ناكد على الحته دي عشان الرسمه تبقى كبيره وواضحه. بقول ان الفي انستنتينيوس هي الاي انستنتينيوس بس مضروبه في الريزيستور، وقلنا الاثنين ليهم نفس الفيز يعني بيوصلوا الماكسيمم مع بعض والمينيمم مع بعض. فهنا عندي ثلاث احتمالات. ايه هم الثلاث احتمالات؟ اول احتمال لو الريزيستنس كانت جريتر ذان 1، يبقى لو الريزيستنس ده رقم قيمته اكبر من الواحد، يبقى مين اللي هتبقى اكبر، الفي ولا الاي؟ اكيد الفي هتبقى اكبر من الاي، ما هو طالما الاي صغيره ومضروبه في رقم كبير هتديني فولتج كبير. فالرسمه هتتعمل ازاي؟ فهنبص نلاقي الرسمه كده، الفولتج لازم يبقى اكبر بالكرنت بس الاثنين يبقى ليهم نفس الفيز. يعني لو الفولتج كده ده بالريد هنلاقي الكرنت معاه في نفس الفيز بس اقصر منه او اصغر منه في الانتنسيتي زي ما انتم شايفين كده او في الامبليتيود. يبقى كده الرسمه دي تترسم لو الريزيستنس اكبر من واحد يبقى الفولتج اكبر من كرنت بس الاثنين ليهم نفس الفيز. طب العكس لو الريزيستنس رقم اصغر من واحد يبقى الكرنت هو اللي اكبر من الفولتج. ازاي اعزائي الطلاب؟ يعني الكرنت هو اللي هيبقى اطول من الفولتج في الشده، ونلاقي الفولتج معاه في نفس الفيز بس هو اللي اقصر زي ما انت شايف كده عزيزي الطالب. يبقى الرسمه اتعكست في الحالتين، الكرنت والفولتج ليهم نفس الفيز بس الفكره كلها ان هنا الفولتج اطول من الكرنت في الشده والعكس، هنا الكرنت والفولتج هاف ذا سيم فيز. طب لو الريزيستنس ب 1 ساعتها الفولتج والكرنت هيبقى ليهم نفس القيمه. يعني ايه ليهم نفس القيمه؟ يعني لو الفولتج كده الكرنت هيبقى معاه في نفس الفيز وليه نفس الانتنستي. يعني هنبص نلاقي الكرنت فوقيه بالشكل ده، مفيش حد اكبر من حد في الشده. يبقى الثلاث رسومات دول بيوضحوا لي الريليشن ما بين الفولتج والكرنت في حاله الار سيركت. ولو احنا لاحظنا ان الفولتج والكرنت في الثلاث رسومات دول بيكون ليه نفس الفيز، يعني مفيش حد سابق حد بس ممكن يكون حد اكبر من حد، لكن الاثنين ليهم نفس الفيز. يعني ايه ليهم نفس الفيز؟ يعني الاثنين وصلوا للماكسيمم مع بعض والنيجاتيف ماكسيمم مع بعض ووصلوا للزيرو مع بعض. وهنا نفس الكلام، الاثنين وصلوا الماكسيمم مع بعض والزيرو مع بعض والنيجاتيف الماكسيمم مع بعض. يبقى هنا بقول ان الفولتج جريتر ذان ذا كرنت، وهنا بقول الكرنت جريتر ذان ذا فولتج، وهنا بقول الفولتج والكرنت هاف ذا سيم فيز. فساعتها دول الثلاث رسومات اللي بيوضحوا لي الريليشن ما بين الفي والاي في حاله الار سيركت. وقلنا ان الفولتج والكرنت اللي بيأثر على الريزيستور بيكون متغير، فبالتالي ده طالما هو بيكون متغير فبالتالي ده بيولد كرنت متغير، والاثنين بيتغيروا بنفس الفيز يعني مفيش حد سابق حد. الفولتج والكرنت ليهم بيوصلوا للماكسيمم مع بعض وللزيرو مع بعض، بنقول هنا محدش سبق التاني بأي حاجة، نو وان ليدز ذا اذر، يعني مفيش حد سابق التاني. ودي أول دايرة ممكن ندرسها، ودي دايرة عادية. طب إيه الفرق ما بينها وما بين الدي سي سيركت؟ لا في فرق. في حالة الدايركت كرنت سيركت الفولتج والكرنت اللي بيمروا بالريزيستور ثابتين طول ما انت ما غيرتش اي حاجة في الدايرة، لكن في حالة الالترنيتنج كرنت حتى لو الدايرة زي ما هي ما غيرتش فيها حاجة الفولتج والكرنت بيتغيروا وهم بيأثروا عليها، ما بين التو تيرمينال بتاعت الريزيستور الفولتج والكرنت بيتغيروا.
بس بيتغيروا طبقا لنفس الفيز. يعني لو الفولتج وصل للماكسيمم تلاقي الكرنت وصل مع الماكسيمم، فولتج قل الكرنت قل، يعني الفولتج والكرنت بيتغيروا بنفس الفيز، مفيش حد سابق حد، الاثنين بيوصلوا الماكسيمم مع بعض والزيرو مع بعض. يبقى الريزيستور في الدايركت سيركت ساعتها بنقول ان الفولتج والكرنت اللي بين التيرمينال بتاعتها ثابتين، اما في حاله الالترنيتنج سيركت لا، الفولتج والكرنت متغيرين. طب تعالوا بقى نتكلم على الدايره الثانيه، نقول السيركت يا ترى الفولتج والكرنت ثابتين برضو ولا لا؟ تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نشوف كده مع بعض اعزائي الطلاب. تعالوا تخيل معايا دايره فيها alternating source، والمره دي بقى مش متوصله بريزيستور، متوصله بكويل، بس احنا عشان هندرس الكويل هنعتبر ان هو زيرو ريزيستور، يعني ده هنقول كويل with unknown resistor، with معلش with zero resistance، يعني ده كويل ونهمل مقاومته، يعني كأن الكويل ده ملوش ايه مقاومة. طب الكهرباء اللي ماشية في الدايرة هنا كهرباء متغيرة، اذا الماجنتيك فيلد اللي هينشأ في الاكسس بتاعت الكويل ده بسبب الكهرباء اللي ماشية فيه هتكون variable magnetic flux، فده هيسبب اندكشن. يبقى شيء بديهي جدا، طالما انت كويل موصره بالتيرنيتنج كارنت سورس، ما هو الالتيرنيتنج ده هيولد ماجنتيك فيلد متغير جواه، فلازم يحصل له سيلف اندكشن، والسيلف اندكشن ده مش مومنتلي مش لحظي، لا ده مستمر لانك موصله بمصدر كهرباء متغير، يعني التغير في الكهرباء مستمر، فلازم يحصل سيلف اندكشن، فهيولد باكورد اي ام اف اندوز. وخد بالك الكهرباء الباكورد اللي هتتولد دي بترخم على كهربة المصدر ذات نفسه، يعني كمثال لو عند لحظة معينة الكهرباء بتاعت المصدر اللي هي بتاعت الاي سي سورس كده هتتولد اي ام اف باكورد جاي عكسها عشان تضعفها. فبالتالي بقى طالما انت جبت كويل وصلته بالترنيتنج سورس هيبقى فيه اتنين كهرباء، كهرباء جاية من المصدر ذات نفسه وليكن داينامو، والكهرباء الانديوزد هتيجي عكس الاتجاه ترخم عليها باكورد. فبالتالي وجود الكويل في اي سي سيركت ده بيخليه يرخم على الكهرباء، واحنا كنا درسنا السيلف اندكشن وقلنا ان ظاهره السيلف اندكشن دي بترخم على كهربه المصدر. يبقى هنلاحظ ان الكويل لو اتوصل بالترنيتنج كارنت سورس بيولد باكورد اي ام اف اوبوز ذا كارنت اوف ذا سورس، بيرخم على الكارنت بتاع السورس. فبالتالي وجود اي كويل متوصل بدينامو ده بيخليه يولد كهرباء يرخم على كهرباء الدايره ذات نفسها. فهل كده نقول ان الكويل قدر يصنع ريزيستنس؟ هنقول لا، دي لا يطلق عليها ريزيستنس، دي يطلق عليها اندكتيف رياكتنس. واحد يقول لي ليه يا مستر انت ما قلتليش عليها ريزيستنس، دي بيطلق عليها ذا اندكتيف رياكتنس ورمزها اكس ال. واحد يقول لي يا مستر انت ليه ما قلتليش ريزيستنس، ناكد على الحته دي. الاوميك ريزيستنس شيء والاي ام اف باكورد شيء تاني. يعني ايه؟ يعني لو انا الاوميك ريزيستنس دي عباره عن الاوميك ريزيستنس دي عباره عن كوليجن ما بين الفري الكترونز والموفينج موليكيولز، يعني لو انا عندي سلك الكهرباء ماشيه فيه، الكهرباء دي بتقعد تصطدم بالموليكيولز بتاعت السلك ذات نفسه، فده بيولد فريكشن ويولد ثيرمال انرجي، هي دي المقاومه. فبالتالي المقاومه دايما بتسبب ثيرمال انرجي، بتسبب حراره، بتخلي الكهرباء تفقد جزء من طاقتها على شكل حراره، فساعتها كنا بنقول دي عليها اوميك ريزيستنس، هي ريزيستنس ريزلت فروم ذا كوليجن بتوين ذا الكترونز اوف ذا كارنت اند ذا موليكيول اوف ذا واير. اما السبب اللي حصل فيه اعاقه للكهرباء هنا ده مش مقاومه، مش نتيجه الكوليجن ما بين الالكترون والموليكيول، لا سبب الكهرباء اللي حصلت هنا او سبب الاعاقه اللي حصلت هنا ان الكويل ولد اي ام اف باكورد، الاي ام اف باكورد دي رخمت على كهربه الدايره الاساسيه. يعني لو انا عايز احسب الكرنت اللي موجود عندي في الدايره دي، دايره فيها اي سي وكويل، هنقول في مصدرين الفي بتاعت السورس والفي انديوزد على الريزيستنس، يعني كده الكويل
قدر يرخم على كهربة الدايرة ذات نفسها ان هو بيولد اي ام اف باكورد عكسها يضعفها، يبقى دي حاجة زي اعاقة الكرنت، لكن ما هيش مقاومة بالمفهوم القديم. هي مش نتيجة تصادم الكترونات بموليكيولز ما بتولدش لوز في الانرجي، لا هي ما بتولدش لوز في الانرجي، هي الفكرة كلها ان الاي سي سورس بيطلع كهرباء، يروح الكويل مطلع انديوزد باكورد عكسها فيضعف كهربة الدايرة. اذا وجود كويل في اي سي سيركت ده بيولد induced backward EMF فيرخم على كهربة الدايرة ذات نفسها، عشان كده قلنا عليه بالعربي reactance مش resistance. resistance هي مقاومة بتولد لوز في الانرجي على شكل thermal energy، اما reactance ان الكويل الاندكتيف reactance معناه ان الكويل رخم على الكهرباء عن طريق ان هو يعمل سيلف اندكشن يولد باكورد induced EMF، وهي دي اسمها الاندكتيف reactance. it is opposition يعني دي حاجة اعاقة الكهرباء. it is the opposition of alternating current in AC circuit. دي رخامة رخامت على ال alternating current of the AC circuit، يبقى it is the opposition that phase of the alternating current in the alternating circuit contains coil. السيركت دي بيكون فيها كويل due to its self induction. يبقى ايه هي تاني الاندكتيف رياكتنس؟ it is the opposition that face the alternating current in AC circuit contains coil due to its self induction. هي حاجة رخمت على الكهرباء في الدايرة الاي سي، الدايرة دي بيبقى فيها كويل بسبب السيلف اندكشن بتاع الكويل ده. طب لو انا عايز احسب الاندكتيف رياكتنس اوف ذا كويل، هضرب الانجولار فيلوسيتي اوف ذا سورس في السيلف اندكتيف سيلف اندكشن كو اوفيشن اوف ذا كويل، يبقى اوميجا في ال او 2 باي فريكوانسي تايمز ال، ده الانجولار فيلوسيتي وده السيلف اندكشن كوفيشنت او السيلف اندكتنس، والاوميجا بتتفك ب 2 باي اف والال هي السيلف اندكشن كوفيشنت. طب ال ده قيمته قد ايه اعزائي الطلاب؟ ال ده احنا ما ننساش ان احنا كنا بنحسبه زمان في ظاهره السيلف اندكشن قانون اسمه مانز ال، نرجع للقوانين القديمه مانز ال، يبقى دي اسمها رياكتنس ما اسمهاش ريزيستنس. هي بترخم على الكهرباء بس رخامه بسبب السيلف اندكشن بسبب انه بيولد باكورد اي ام اف. يبقى وجود كويل في الترنيتنج كارنت سيركت ده بيرخم على الكهرباء اللي ماشيه في الدايره دي، لكن لو انا موصل الكويل ده بالدي سي ما كده كده مش هيحصل سيلف اندكشن فمش هيبقى فيه مشكله عندي. يبقى لو كويل موجود في دايره دي سي مش هيحصل مشكله عندي خالص لانه مش هيحصل له سيلف اندكشن، غير في لحظه قفل وفتح الدايره بس اللي هم الحالات بتوع السيلف اندكشن open close the key change your state increasing or decreasing. لكن لو انا وصلت الكويل بدايره alternating ده مشكله لان الكهرباء على طول متغيره، فعلى طول الكويل ده في حاله سيلف اندكشن بيقاوم التغير في الكهرباء اللي بيحصل في دايرته، يبقى الكويل مش هيبقى ليه inductive reactance غير لو وصلته مصدر alternating مصدر متغير في الكهرباء. طب تعالوا نتكلم على ال سيركت تاني، تعالوا نشوف كده مع بعض اهو. ده كويل ده دينامو، الدينامو ده موصله بكويل، قلنا الكويل ده ليه اكس ال معينه اللي هي حسبناها ب 2 باي اف ال، قلنا الكويل ما مجرد ما انت وصلته تمام اعزائي الطلاب احنا كده بنتكلم على السيلف اندكشن. اعزائي الطلاب هناخد فاصل ونرجع نكمل موضوع ال ال سيركت مع بعض اعزائي الطلاب بعد الفاصل. اعزائي الطلاب هنكمل موضوعنا الخاص بال ال سيركت، تعالوا نشوف احنا وقفنا لغايه ايه. احنا وقفنا ان انا زي ما قلنا واكدناها تاني ان لو في كويل متوصل بمصدر كهرباء الترنيتنج ده بيولد ظاهره سيلف اندكشن، بيعمل عندي ظاهره سيلف اندكشن، فبالتالي الكويل لما يعمل سيلف اندكشن بيولد باكورد اي ام اف يرخم على مصدر الكهرباء اللي هو متوصل بيه. طب ايه هو قانون السيلف اندكشن؟ الفي ال
او الباكورد اي ام اف بتساوي الدلتا اي اوفر دلتا تي. ده قانون السيلف اندكشن، الاي ام اف ايكوال ال دلتا اي على دلتا تي، بس الاي ام اف هنا بنربط لها في ال، مش هيفرق، ما احنا عارفين ان الاي ام اف هي فولتج. يبقى ده قيمه الباكورد انديوسد اي ام اف او الفولتج اللي هيتكون ما بين طرفين الكويل عندي، يعني في ال ايكوال ال دلتا اي على الدلتا اي. يعني اقدر من القانون ده اخد بالي ان الفي ال تعتبر هي السلوب اوف دلتا اي اوفر دلتا تي. يبقى الفي ال هي السلوب بتاعت الدلتا اي على الدلتا دي، وخد بالك من الحته دي. يبقى الفي ال تعتبر السلوب بتاعت الدلتا اي على الدلتا تي. طب تعال نشوف كده مع بعض حاجه مهمه جدا، نتكلم عن السلوب اعزائي الطلاب. عشان تفهم الجزئيه دي لازم تكون فاهم يعني ايه سلوب. تعال نشوف كده، السلوب هو ان انا احدد ميل اللاين ده، يعني اللاين ده بيكون ما بين الواي والاكس ودي الثيتا. السلوب هو الخط ده بيبعد قد ايه عن الاكس اكس، يعني الخط ده ممكن يكون مايل ناحيه الاكس كده او مايل ناحيه الواي شويه، ده اسمه السلوب. يبقى انا اقدر اقول السلوب هنا بحسبه بطريقتين. السلوب هنا هو تان الثيتا دي، تان الثيتا دي. يعني انا لو عندي ثلاث خطوط كده، الاحمر والاسود والاخضر، مين فيهم السلوب بتاعه اكتر؟ اكيد الاخضر، يعني 1 ولا 2 ولا 3؟ لا، ميل الاخضر اكتر. ميل يعني يصنع، الاخضر ده بيصنع زاويه اكبر مع الاكس اكسس، فده السلوب. يبقى السلوب بحسبه ان انا اقدر احسب تاني الثيتا، او لو انا معايا ارقام على الواي والاكس اكسس هختار اي نقطتين في الواي وما يقابلهم من اكس. ساعتها بنقول السلوب هنا يونيفورملي، طالما الرسم عباره عن خط يبقى انا بقول عليه يونيفورملي سلوب، يعني الميل ثابت، يعني الخط ده عند اي نقطه عنده الزوايا واحده. يعني لو اتكلمنا على الخط الاحمر، الزاويه دي عند النقطه دي هي الزاويه دي، هي دي هي دي، يعني اي نقطه على الخط الاحمر ده بتصنع نفس الزوايا. فطالما الرسمه جت على شكل خط يبقى ساعتها بقول ان الرسمه دي يونيفورملي سلوب، رسمه منتظمه. يبقى طالما الرسمه جت على شكل خطوط يبقى انا ساعتها بقول على الرسمه دي ايه؟ يونيفورملي سلوب او رسمه منتظمه. طب نفترض الرسمه دي ما جاتش على شكل خطوط، دي كانت على شكل كيرف، لا يبقى دي نون يونيفورملي سلوب. خد بالك من حاجه، السلوب بيبقى ماكسيمم كل ما تتجه للواي، لو الخط جه على الواي اكسس ساعتها السلوب ماكسيمم، اما السلوب بيبقى مينيمم او ايكوال زيرو كل ما تتجه للاكس اكسس. يعني زي ما احنا اتفقنا ان انا لو عندي خط كده بنقول هي دي الزاويه، هي دي السلوب، هي تان الثيتا دي، تان الزاويه اللي بيصنعها مع الاكس اكسس. طب لو الخط ده جه بارلل للاكس اكسس يبقى قفل الزاويه، يبقى ساعتها بنقول السلوب زيرو. يبقى السلوب بيبقى بزيرو لو الخط جه بارلل للاكس. طب والسلوب يبقى ماكسيمم لو الخط جه بارلل للواي، يعني صنع زاويه 90، يعني كده اكبر سلوب ممكن يحصل لانه هياخد اكبر زاويه ممكنه اللي هي زاويه كام؟ 90. يبقى السلوب هو ميل الخط ده، كل ما الخط ده يتجه للاكس السلوب يقل لغايه ما يبقى بزيرو لو بارلل اكس، كل ما يتجه للواي يبقى السلوب ده اكبر قيمه. يعني احنا قلنا الخط ده لو جه بارلل للاكس ساعتها مش هيبقى فيه سلوب. يعني انا لو الجراف جالي عباره عن كده، خط بارلل للاكس اكسس، يبقى الخط ده مش صنع سلوب، هنا السلوب بزيرو. يبقى السلوب هو تاني الزاويه اللي بيصنعها الخط مع الاكس اكسس، يبقى السلوب تاني هو تاني الثيتا اللي بيصنعها اللاين مع الاكس ايه؟ اكسس. ده اللي احنا بنقول عليه السلوب، تاني الانجل وذ اكس اكسس. ده كده طالما الرسمه جت عباره عن خط يبقى ده يونيفورم السلوب، يعني خط منتظم. طب تعالى نشوف بقى مع بعض، لو كانت الرسمه كيرف، لو كانت الرسمه ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، كانت الرسمه
كيرف كده مثلا، او كانت الرسمة كيرف الناحية التانية، هل الاسلوب قيمته ثابتة؟ هنقول لا، الاسلوب هنا قيمته مش ثابتة، يعني الاسلوب هو اللاين تانجنت. هنا اللاين ده الاسلوب هو اللي انا محدده بالاحمر، هو كده كده اللاين ذات نفسه بيزيد، لكن ميل اللاين هنقدر نقول هنا انكريزنج سلوب. ليه انكريزنج يا مستر؟ مش احنا اتفقنا كل لما الخط يتجه ناحية الواي كل ما معنى كده الاسلوب بيزيد؟ بص الاسلوب هو التانجنت، الاسلوب هنا بيتغير، هتلاحظوا ان الخط بيتجه ناحية الواي يبقى كده الاسلوب بيزيد، عكس الخط ده ميل الخط ده بيتجه ناحية الاكس يبقى كده الاسلوب بيقل. يبقى انا اعرف منين ان الاسلوب مش ثابت؟ لو لقيت اللاين جاي على شكل كيرف مش جاي على شكل ستريت لاين، كل ما يتجه للواي يبقى الاسلوب بيزيد، كل ما يتجه للاكس يبقى الاسلوب بيقل، يبقى الاسلوب بيبقى ماكسيمم كل ما يقرب من الواي ويبقى مينيمم كل ما يقرب من الاكس. طب تعالوا اعزائي الطلاب نرسم الدايره تاني ال سيركت وناكد على الحته دي. احنا قلنا ان اي كويل متوصل بإي سي سورس بيحصل له ظاهرة سيلف اندكشن، سيلف اندكشن، وده بيسبب نوع من معوقة الكهرباء سميناه رياكتنس. قلنا ما ينفعش اقول عليه ريزيستنس، قلت اقول عليه رياكتنس. طب ما هو الفي ال دي بتساوي ايه؟ ال دلتا اي على دلتا تي، قانون السيلف اندكشن. يبقى لو انا قسمت الاي على التي يعني ده كان على الواي وده على الاكس اكسس، يعني كان الفي ال هو السلوب، يعني الفي ال يعتبر هو السلوب الخاص بالدلتا اي على الدلتا تي. يبقى ساعتها اقول ان الفي ال هو السلوب الخاص بالدلتا اي على الدلتا تي، يبقى في ال تيز سلوب اوف دلتا اي على الدلتا تي، ده لو انت بتتكلم على الفي ال. يبقى الفي ال هو الميل الخاص بالاي على التي، يبقى ده الفي ال او السلوب. طب تعالوا نرسم مع بعض الكرنت اللي طلع من المصدر وهيمر في السيلف اندكشن. طبعا الكرنت اللي جاي هنا الترنيتنج، فهنبتدي نفرده ونرسم زوايا مختلفة. تعالوا كده نرسم الكرنت اللي طالع بشكل اكبر عشان يبقى اوضح اعزائي الطلاب، ان شاء الله ياخد مننا صفحة مش مشكلة، بس نشوف دي رسمة ما بين الكرنت والتايم، وطبعا عندي الترنيتنج كرنت، فالكرنت في الاول بيبقى زيرو ويبتدي يزيد 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 ويقل يقل يقل يقل، يزيد بس في عكس الاتجاه ويقل يقل يقل يقل. احنا اتفقنا ان الفي ال هو السلوب الخاص بالدلتا اي على الدلتا تي، يعني انا لو عرفت الميل بتاع الدلتا اي والدلتا تي يبقى انا كده بحسب الفولتج او الفي ال. فهنبتدي نحدد الرسمه دي لمجموعه زوايا، هنا الزاويه بصفر، هنا الزاويه ب 90 اللي هي الماكسيمم، هنا الزاويه بصفر يعني النقطه دي الكهرباء وصلت للماكسيمم، النقطه دي الكهرباء وصلت للزيرو، النقطه دي الكهرباء وصلت للماكسيمم تاني بس في عكس الاتجاه، النقطه دي الكهرباء وصلت للزيرو، هنا كانت بزيرو. فلو احنا بصينا اعزائي الطلاب ده كده الرسمه بتاعت الكرنت، طب الرسمه بتاعت الفولتج هتبقى ازاي؟ ما انا لازم افهم الميل. هنلاحظ ان الميل بتاع الخط ده عمال يقل لانه عمال يتجه للاكس، يعني احنا لو شفنا الميل هنلاقي الميل ده عمال يقل لانه عمال يتجه لايه؟ للاكس، اهو الخط عمال يتجه للاكس، فبالتالي فوق خالص هيكون الميل بتاعه بقى ايه؟ بارل للاكس، بقت بزيرو، عكس البدايه الفولتج كان اعلى حاجه لانه عند الواي وابتدى يقل 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 يقل، وبعد كده ابتدى يزيد 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 بس بقى عند الواي نيجاتيف، فبالتالي هنقول عند النقطه دي لما الكرنت كان بزيرو السلوب بتاعه كان ماكسيمم فالفولتج كان ماكسيمم، عند النقطه دي لما الكرنت وصل لماكسيمم ميل الكرنت كان بزيرو والفولتج هو السلوب بتاع الكرنت على التايم، يعني الفولتج كان بزيرو. طيب هنا بقى السلوب هيزيد يزيد يزيد، اهو بصوا السلوب هيبتدي يتجه ناحيه الواي، يزيد 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 بس اتجه ناحيه الواي نيجاتيف، فبالتالي هنقول ان الميل هنا بقى ماكسيمم بس فين؟ بقى ماكسيمم بس عند الواي.
هنا ميل الكرنت تاني ابتدى يقل 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 يقل، فلما الكرنت بقى بزيرو الفولتج بقى، لما الكرنت بقى ماكسيمم الفولتج بقى بزيرو، وهكذا الميل بيزيد يزيد يزيد، فهتبقى الرسمه عامله كده اعزائي الطلاب. زي ما احنا قلنا، لان الفولتج هنا اللي رسمناه بالازرق ده بيمثل السلوب بتاع الكرنت تايم جراف، فهنا الجراف السلوب بتاعه كان ماكسيمم ابتدى يقل يقل يقل، يزيد 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 في ناحيه الواي، يقل 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 يقل، يرجع يزيد يزيد يزيد. فاحنا بنقول ان لاحظنا ان الكرنت والفولتج عكس بعض، لان الفولتج هو الميل بتاع الكرنت على التايم. فابتدينا نرسم رسمه الفولتج مع الكرنت. هنلاحظ من الرسمه ايه دي اعزائي الطلاب؟ هنلاحظ ان الفولتج والكرنت ما لهمش نفس الفيز، يعني الاثنين ما وصلوش للماكسيمم مع بعض وما وصلوش للزيرو مع بعض، لا في حد منهم سابق التاني. طب يا ترى مين؟ تعال نشوف لما التايم كان بزيرو عند النقطة دي. عند النقطة دي الكرنت كان بزيرو، أما الفولتج كان بإيه؟ بماكسيمم. فالفولتج وصل للماكسيمم لما الكرنت كان بزيرو، يعني الفولتج ليدز ذا كرنت، يبقى الفولتج ليدز كرنت باي 90 ديجري. تعالوا نرسم الرسمة دي ونستنتج شوية حاجات. احنا اتفقنا اول حاجة ان ال VL هو السلوب بتاع الدلتا اي على الدلتا تي، ادي اول حاجة اتفقنا عليها. ولما جينا نرسم الرسمة ما بين الكرنت والفولتج والتايم نفتكرها كده اعزائي الطلاب اهي، وقسمناها لمجموعة نقط، واحد اتنين تلاتة أربعة، هنقسمها لمجموعة نقط. هنرسم الكرنت بالأحمر، فهنقول الكرنت كان بادي بزيرو وبعد كده بقى ماكسيمم وبعد كده بقى زيرو وبعد كده بقى نيجاتيف ماكسيمم وبعد كده زيرو تاني، دي لفة واحدة للكرنت. قلنا السلوب بتاعه هو الـ VL، فعند النقطة دي السلوب بتاعه كان ماكسيمم، وعند النقطة دي السلوب بتاعه كان زيرو، وعند النقطة دي السلوب بتاعه كان ماكسيمم في النيجاتيف، وهكذا. فهنقول إن الفولتج L زاد في النيجاتيف ال زاد. دي الرسمه ما بين الفولتج والكرنت اعزائي الطلاب. فهنلاحظ ان في اللحظه الاولى لما الكرنت كان بزيرو الفولتج كان ماكسيمم، يبقى كده مين اللي وصل للماكسيمم الاول؟ الفولتج هو اللي وصل للماكسيمم الاول قبل الكرنت. فساعتها اقدر اقول هنا حاجتين، اول حاجه اقولها الفولتج ليدز الكرنت باي 90 ديجري، الفولتج سبق الكرنت بزاويه 90، يعني وصل الماكسيمم قبل الكرنت ب 90، او نقدر نقول العكس الكرنت لاجز الفولتج باي 90، يعني الكرنت سبق الفولتج، اتاخر عن الفولتج بس بزاويه 90. الزاويه 90 دي بنقول عليها الفيز انجل، يعني مين اللي سابق مين؟ دي الزاوية اللي فيها واحد سابق التاني. فيز انجل ايكوال 90 ديجري، يعني الفولتج سابق الكرنت بزاوية 90. طب الموشن دايجرام هنقول بشكل مختصر ان الفولتج سابق الكرنت، يعني هرسم الكرنت كده واقول ان الفولتج، احنا قلنا عشان اوضح في الفيز دايجرام او الفيكتور دايجرام لازم ساعتها ايه؟ الفولتج يبقى ماشي عكس عقارب الساعة، وبنقول ان الفولتج كده سابق الكرنت ب 90، يبقى ساعتها اقول دي اسمها الفيز دايجرام او الفيكتور دايجرام او الفيز دايجرام، برسم ان الفولتج ماشي عكس عقارب الساعة سابق الكرنت بزاوية ايه؟ 90. يعني لما الكرنت كان عند زيرو كان الفولتج خلاص وصل للماكسيمم سابقه بزاوية ايه؟ 90. يبقى عرفنا في ال سيركت عكس الار سيركت. تعالوا نرسم الحتة دي ونأكدها تاني اعزائي الطلاب. لو انت هتكلمني على ار سيركت ولا هتكلمني على ال سيركت، تعالى ناكد الحته دي. لو انا هتكلم على الار سيركت كنت بقول ان الفولتج والكرنت هاف ذا سيم فيز، يعني لو ده مثلا الكرنت كنت هرسم الفولتج عنده نفس الفيز، الاثنين زيرو مع بعض وماكسيمم مع بعض كده، مفيش حد سابق التاني.
فالرسمه كان هتبقى عامله كده ما بين الفولتج والكرنت، مفيش حد سابق التاني. يعني هنقول ايه بقى في الرسمه دي؟ هنقدر نقول الرسمه دي ان الكرنت والفولتج هاف سيم فيز. هاف ذا سيم فيز يعني ايه؟ هاف ذا سيم فيز يعني الاثنين ليهم نفس الفيز. يعني لو الكرنت ماشي لقدام الفولتج هيبقى معاه، مفيش حد سابق حد. الفولتج اكروس ذا ريزيستور هيبقى مفيش حد سابق ايه حد. يعني باختصار اقدر اقول ان الفيز انجل ايكوال زيرو، مفيش حد سابق حد باي زاويه، فبنقول الفيز انجل ايكوال زيرو. طب لو انا عايز ارسم الرسمه ما بين الفولتج والكرنت بس ما بين تيرمينال بتاعت كويل، لا احنا قلنا الفولتج بيبقى ثابت. يعني لو الكرنت عامل كده اعزائي الطلاب، ده الكرنت اهو اللي بالاحمر، قلنا الفولتج بيبقى ايه؟ وصل للماكسيمم قبله، ولما ده ماكسيمم يبقى ده بزيرو، ولما ده بزيرو يبقى ده ماكسيمم، ولما ده يبقى ماكسيمم ده يبقى زيرو، وهكذا. فساعتها الفولتج رسمته هتبقى عامله كده، بحيث ان لما ده كان ماكسيمم ده بقى بزيرو، لما ده بقى بزيرو ده بقى ماكسيمم، وهكذا. فبالتالي هنقدر نقول هنا لا العكس، هنا هنقول الفولتج ليدز كرنت باي 90 ديجري، الفولتج سبق الكرنت باي 90 ديجري. طب لو انا حددتها على الفيز دايجرام هيبقى الفولتج نرسمه عكس عقارب الساعة كده، سبقه بزاوية 90، والتسعين دي بنقول عليها الفيز انجل. هنا الفيز انجل يعني مين سابق مين؟ الفولتج وصل للماكسيمم قبل الكرنت بزاوية 90، يبقى الفيز انجل هنا ايكوال 90 ديجري. يبقى كده حاجتين ليهم نفس الفيز، لو الازرق سبقه في الفيز يبقى كده سبقه ب 90. يبقى هنقول بقى في ال سيركت الفولتج بيبقى ماكسيمم قبل الكرنت باي انجل 90، عكس ال سيركت الفولتج والكرنت هاف ذا سيم ايه؟ فيز اعزائي الطلاب. طب قلنا مين اللي خلى الكرنت يتاخر؟ السيلف اندكشن. مش قلنا ان هو بيولد سيلف اندوز اي ام اف يرخم على الكرنت ذات نفسه، وسمينا دي ذا اندكتيف رياكتنس، وناكد عليها تاني اعزائي الطلاب، اندكتيف رياكتنس اللي هي الاكس ال. قلنا it is the opposition that feeds the current due to its self induction. طب قانونها ايه اعزائي الطلاب؟ الاندكتيف رياكتنس قلنا اسمها اكس ال، اللي هي قلنا بتساوي اوميجا ال، او الاوميجا فكها 2 باي اف ال، او الفي ال على على الفي ال على الاي. ما هي الاكس ال هنا زيها زي اي ريزيستنس عاديه، بس هي ما بتستهلكش كهرباء، فبالتالي قانونها في على اي، بس اني في في ال على الاي. يعني الاكس ال بتساوي اوميجا ال، او بتساوي 2 باي اف ال، او في ال على الاي، دي اسمها الاندكتيف رياكتنس. طب ايه الميجرنج يونت بتاعتها؟ بتتقاس بالاوم زيها زي الريزيستنس، بس قلنا الفرق ما بينها ان هنا انت بتقاوم الكهرباء بطريقه تختلف عن طريقه المقاومه العاديه. المقاومه العاديه كوليجن ما بين الالكترونز والموليكيول، اما انت هنا الكويل بيقاوم الكهرباء بالسيلف باكورد اي ام اف، ان هو بيقول لك الكهرباء عكس الكهرباء فيقاوم الكهرباء. طب ايه هي الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الاكس ال؟ اول فاكتور عندي ذا فريكوانسي اوف ذا اي سي سورس. اللي هي الانجولار فيلوستي، يعني الانجولار فيلوستي او الاف. تاني فاكتور السيلف اندكشن كوفيشن او السيلف اندكتنس. يبقى ده تاني فاكتور عندي هو السيلف ايه؟ اندكتنس او ال. يبقى الاف والال هما دول التو فاكتورز اللي بيأثروا عليها، والفريكوانسي هي الانجولار فيلوستي. يعني قلت لك كده او كده صح. يبقى الاكس ال او الاعاقه اللي بيسببها الكويل ضد الكهرباء اللي هو متوصل بيها بتعتمد على الفريكوانسي بتاع المصدر اللي انت موصله بيه، وبتعتمد على السيلف اندكشن اوف ذا كويل. طب العلاقه هنا تعتبر ايه؟ دايركت ريليشن. يعني كل ما تزيد الفريكوانسي الاكس ال تزيد. يعني لو اكس ال1 على اكس ال2 بتساوي اف1 على اف2. لو عايز ارسم جراف ما بين الاكس ال والاف يبقى طبعا دايركت
ريليشن. تاني حاجة بتعتمد على السيلف اندكشن، الاكس ال بتعتمد على السيلف اندكتنس اوف ذا كويل. طب بتعتمد عليها برضو ايه؟ دايركت ريليشن. يعني ساعتها بنقول الاكس ال دايركت بروبورشنال مع ال ال. واحد يقول لي طب ده بتعتمد على اتنين فاكتور بس، هقول له لا، خد بالك من الحتة دي واوعى تغلط. ايه هي الحتة اللي انت بتقول لي عليها يا مستر؟ ان ال ال ده او السيلف اندكشن اوف ذا كويل ده ليه قانون مرتبط بحاجات تانية كتير. يعني ال ال دي بتساوي قانون اللي هو من ال، فأي فاكتور من الأربعة دول لو اتغير ال ال تتغير، فبالتالي ال اكس ال. يعني أنا هنا مش هقول ال اكس ال دايركت ريليشن مع السيلف اندكشن، لا، السيلف اندكشن كوفيشن والفاكتورز بتاعته. يعني ممكن أقول إن ال اكس ال از دايركت ريليشن وذ بريميابيلتي، أو هل في ايرون كور ولا لا، الاريا اوف ذا كويل، النمبر اوف تنس اوف ذا كويل، واللينث اوف ذات سولينويد او اوف ذات كويل. يبقى اي فاكتور من دول يغير السيلف اندكشن، فبالتالي بيغير لي الاكس ال. يعني الاكس ال هنا مرتبطه بفاكتورز كتيره جدا غير السيلف اندكشن كوفيشن. يبقى الاكس ال مرتبطه بالفريكوانسي ومرتبطه بالال او السيلف اندكشن كوفيشن اللي هو بيرميبلتي، الاريا، النمبر اوف تنس، اللينث اوف ذا سولينويد. كل دول لو اتغيروا يغيروا لي ال ال ويغيروا لي الاكس ال وهكذا. يبقى الاكس ال مرتبطه نقدر نقول بالانجلر فيلوسيتي وما يمثلها الفريكوانسي، ومرتبطه بالسيلف اندكتنس كوفيشنت والفاكتور بتاعته بيرميابيلتي، الاريا اوف ذا كويل، النمبر اوف تيرنس اوف ذا كويل سكوير، واللينث اوف ذا سولينويد. وارتباطها هنا بيكون دايركت ريليشن. يبقى هي بترتبط بالفريكوانسي اوف ذا سورس والسيلف اندكتنس. طب سؤال جميل جدا، تعالوا نشوف. طب لو انا كان عندي في الدايره اكتر من كويل هعمل ايه؟ هنا بقى هنحط خط ونتكلم على الحته دي. لو انا عندي ميني كويلز ان سيريس، لو انا عندي اكتر من كويل متوصلين سيريس، يعني عندي كويل 1 وكويل 2 وكويل 3، ده لي ال1 سيلف اندكتنس 2 وسيلف اندكتنس 3، يا ترى هحسب ال ال والاكس ال بتاعتهم ازاي؟ هحسبهم زي المقاومات كانهم سيريس. يعني هقول ال توتال بتساوي السمشن بتاعهم. طب لو كانوا قد بعض يبقى ال توتال ان تايمز اني وان اوف ذيم. يعني بطبق هنا قوانين السيريس والبارل العادي زي ما عملتها في الريزيستور هحلها هنا. طيب الاكس ال توتال برضو بتساوي الاكس ال بتاع الاول زائد الاكس ال بتاع التاني زائد الاكس ال بتاع التالت، ولو هم قد بعض عددهم مضروبين في اي واحده منهم زي ما خدنا قبل كده. وخد بالك هنا الاكس ال بتتقاس بالاوم لانها بتعتبر ريزيستور، بس هي مش ريزيستور، يعني بتعتبر اوبوزيشن للكرنت، حاجه بتعوق الكهرباء، والال بتتقاس بالهنري. طب لو الميني كويلز باراليل، كويلز متوصلين باراليل برضه هحسبهم كاني بحسب المقاومات الباراليل بنفس الطريقه. ازاي اعزائي الطلاب؟ يعني انا عندي ثلاثة كويل متوصلين بارلل ال1 ال2 وال3. لو انا عايز احسب ال توتال هحسبها كاني بحسب بقوانين البارلل، اللي هي هقول ال توتال 1 على ال1 زائد 1 على ال2 زائد 1 على ال3 اول تو ذا باور نيجاتيف 1، اللي هي قوانين البارل ال توتال بتساوي كده. طب لو كلهم قد بعض يبقى واحده منهم على عددهم مش تايمز عددهم. طب لو كانوا اثنين بس هقول ال1 البرودكت ديفايد السميشن، يبقى البارلل بحله كانه ريزيستور بارلل، وانا بحسب التوتال اندكتيف التوتال سيلف اندكتنس، وهنا برضو بحسبه كانه سيريس لو انا بحسب التوتال سيلف اندكتنس. طب لو عايز احسب الاندكتيف رياكتنس هقول ولا اي حاجه، برضو بشتغلهم كانهم بارل، يعني 1 على اكس ال 1 بلس 1 على اكس ال 2
بلس 1 اللي هو السمشن بتاع الريسيبروكالز اول تو ذا باور نيجاتيف 1. طيب لو هما كانوا عدد هضربهم في عددهم، ويبقى دي الطريقة اللي انا حسبت بيها. فيها اي مشاكل؟ اهي. يبقى احنا لو بارلل بنحلهم كأنهم بارلل، لو هما سيريس بحلهم كأنهم سيريس عادي، كأني بشتغلهم كأنهم ريزيستور بشكل عادي. ناخد مثال بسيط كده اعزائي الطلاب ونشوف مع بعض المسألة اللي قصادنا دي. جاهزين اعزائي الطلاب؟ يلا نرسمها كده مع بعض. المسألة دي بتتكون من كذا كويل، او كذا كويل بالشكل ده متوصلين مع بعض. والكويلز دي كلها مرتبطة بالترنيتنج سورس، وهنا هوت واير اميتر. الالترنيتنج سورس ده الفولتج بتاعه كان افكتيف بتاعه 220 فولت، والفريكوانسي بتاعته كانت 125 هرتز. متوصلين بكذا كويل. السيلف اندكتنس بتاع الاولاني كان 0.6 هنري، السيلف اندكتنس بتاع التاني 0.12 هنري، السيلف اندكتنس بتاع التالت كانت ب 0.4 هنري، معلش دي ب 1.2، والرابع كانت 0.8 هنري. دي معلش اعزائي الطلاب ال2 ب 1.2 هنري، يبقى دي 0.6، دي 1.2، دي 0.4، وده كله 0.8. عايزني احسب اول حاجه التوتال اندكتيف رياكتانس اوف ذيس شيب. عايز احسب التوتال اندكتيف رياكتانس اوف ذيس شيب، فبالتالي همسك كل اتنين اخلصهم كده كاني بحل مقاومات. همسك 1 و2 الاول مع بعض، لان من الواضح كده ان هما ايه، من الواضح كده ان هما متوصلين بارلل، فبالتالي هقول ال 1 2 هحلها بقانون البارلل. ايه هو قانون البارلل؟ ال 0.6 تايمز 1.2 على 0.6 بلس 1.2. يبقى هنحلها ازاي بقى كده؟ هنقول البرودكت بتاعهم، البرودكت بتاعهم على السميشن، فده يديني 0.4 هنري. يبقى انت خلصت اول اتنين مع بعض ب 0.4 يتحولوا سيريس. الاتنين دول سيريس مع ال 3، يعني لو انا عايز احسب ال 1 2 3 هتبقى اديشن لانهم متوصلين سيريس، يعني ده بلس ده، يعني احنا شلنا ده كله ب 0.4 هنا. يجي ال 0.4 هنري اجمعه مع ال 0.4 اللي هنا، ليه؟ لانهم متوصلين سيريس، فهتبقى 0.4 بلس 0.4 اللي هي 0.8 هنري. طب الخط ده كله ب 0.8 والخط اللي تحت ده كله ب 0.8، يعني كلهم بارلل لبعض، يعني اللي توتال هنا هتساوي 0.8 اوفر 2، لان 0.8 بارلل 0.8، ده يديني 0.4 هنري. ده اللي توتال بتاع الشكل ده كله. طب انت حسبت اللي توتال، عايزين نحسب الريدنج اوف ذا اميتر، فنحسب اكس ال توتال اللي هي ايه؟ قلنا 2 باي اف في ال ال توتال. طب اللي هي كام؟ 2 باي، يبقى اول حاجه هجيب 2 باي تايمز الفريكوانسي اللي هي 125 تايمز ال توتال اللي هي طلعناها بكام؟ ب 0.4. هيبقى الانسر عندنا الاكس ال توتال تمام 314.15. انت كده جبت ايه؟ اكس ال ايه؟ توتال. عايز بقى تجيب الكرنت توتال، هيبقى في ال على اكس ال اللي هي الفولتج كله بالاكس ال اللي انت ايه؟ موصله عزيزي الطالب، يعني 220 على 314 زي ما احنا قلنا بالشكل ده، على الاكس ال توتال اللي هي كام؟ على 314.15. ويطلع بقى مهما يطلع الانسر هو ده الاي اللي احنا بنتكلم عليها. طب حلو جدا، كلام جميل لغايه دلوقتي،
ده مسألة سهلة جدا، يبقى أنا بحلها كأنها سيريس أند بارلل ريزيستور، بس بحسب الإكس إل توتال. طب تعالوا نشوف مسألة تانية كده مع بعض. بيقول لي إيه؟ A coil of neglectable internal neglectable resistance carrying current أو when it when a current of F current الفريكوانسي بتاعته F flow through it مش في كهرباء مقدارها ترددها F، يعني متصل بالترنيتنج current الفريكوانسي بتاعته F. its inductive reactance is 12 ohm and if the frequency increased by 20 هرتز، لو الفريكوانسي زادت فيه بمقدار 20 هرتز its inductive reactance become 18 ohm. Its inductive reactance is 18 ohm. Find the frequency which is connected to it in the two cases. يعني باختصار بيقول لي يا مستر لو الكهرباء دي وصلتها بفريكوانسي مقدارها اف، يعني الفريكوانسي بتاع الكرنت الاولاني كان قيمته اف، الاكس ال ساعتها كانت ب 12 اوم. طب لو انا غيرت الكرنت ده وصلته بكرنت تاني الفريكوانسي بتاعته اكبر، كانت ازيد ب 20 هرتز مش بتساوي 20 هرتز، يعني لو ده اف ده هيبقى اف زائد 20 هرتز، ساعتها اكس ال 2 بقت بكام؟ ب 18 اوم. احنا عايزين نعرف الفريكوانسي بتاعت المصدرين دول بكام. يبقى انا لما وصلته بكهرباء الفريكوانسي بتاعتها اف كان الاكس ال ب 12 اوم، ولما الفريكوانسي اللي متوصله بيه او الكرنت اللي متوصل بيه الفريكوانسي بتاعته زادت بمقدار 20 هرتز الاكس ال بقت 18 اوم. طب يا ترى الفريكوانسي دي بكام؟ نفتكر قانون الاكس ال كان 2 باي اف ال. السيلف اندكتنس بتاع الكويل مش هيتغير لان ما غيرتش اي حاجه في الكويل، و2 باي كونستانت، يعني انا ممكن اقول اكس ال1 اوفر اكس ال2 بتساوي اف1 اوفر اف2 لان الفريكوانسي دايركت بروبوشنال مع الاكس ال، يعني 12 اوفر 18 ايكوال فريكوانسي على فريكوانسي بلس ايه 20. وابتدي اعمل كروس مالتيبليكيشن عندي هنا اعزائي الطلاب، بحاول ان انا هجيب الفريكوانسي بكام، لما تيجي تحلها هتلاقي الفريكوانسي طلعت ب 40 هرتز او الاف دي ب 40 هرتز. يبقى فريكوانسي 1 اقدر اقول عليها ب 40 هرتز، اما فريكوانسي 2 هتبقى 40 بلس 20 اللي هي 60 هرتز. يبقى انت جبت فريكوانسي 1 وفريكوانسي 2، يبقى انا عملت ريشيو ما بين الاكس ال وما بين الفريكوانسي باعتبار ان هما الاثنين دايركت ريليشن مع بعض، وده حاجه مهمه جدا عايزين ناكد عليها. احنا قلنا الاكس ال بتتوثق دايركت ريليشن مع الفريكوانسي ومع السيلف اندكشن كوفيشن بتاع الكويل، فبالتالي كل لما الكويل ده اوصله باي سي سورس الفريكوانسي بتاعته اعلى ده بيخليه الاكس ال او الاندكتيف رياكتنس بتاعته اقوى، بيخلي السيلف اندكشن بتاعه اقوى، بيقاوم الكهرباء اكتر. يبقى دي حاجه وحشه ان انا اجيب كويل اوصله فالترنيتنج سورس الفريكوانسي بتاعته عاليه، لان ده هيخليه يولد اندكتيف رياكتنس اعلى، يقاوم الكهرباء بشكل اعلى. وبيجي سؤال جفريزون هنا مهم جدا، يقول لي اكويل كونكتد، او بلاش نقول اكويل نقولها تاني، نقولها بشكل تاني، نقول اسيركت كونتينز كويل، لو انا عندي دايره كهربيه كونتينز كويل كونكتد تو alternating current source of high frequency is considered open
لو انا جبت دايره كهربيه فيها كويل وصلتها بالترنيتنج كارنت سورس عنده فريكوانس عاليه تعتبر اوبن. هنقول له بشكل بسيط ما هي الاكس ال بتاعت الكويل دايركت ريليشن ويز ذا فريكوانسي، فكل ما توصله بمصدر الفريكوانسي بتاعته عاليه ده يولد اكس ال اكتر. يبقى نقول له عشان الاكس ال از دايركت بروبورشنال ويز ذا فريكوانسي، عشان الاكس ال دايركت بروبورشنال ويز ذا فريكوانسي، سو باي انكريزنج ذا فريكوانسي ذا اندكتيف رياكتانس ويل انكريز، ده هيزيد مقاومته للكهرباء. ما احنا قلنا الاندكتيف رياكتانس دي حاجه بتعوق الكهرباء، يبقى الاكس ال ما ننساش ان هي في نفس الوقت انفيرسلي بروبورشنال تو ذا كارنت، لان الاكس ال بتساوي الفولتج الفي ال على الاي، فهي عكسها بالظبط نفس قانون اوم للريزيستنس. اعزائي الطلاب النهارده اتكلمنا عن نوعين من الالكتريك سيركتس، هي الار سيركت وال الاكس ال سيركت والار سيركت. المحاضره الجايه باذن الله هنتكلم على ثالث نوع من السيركتس عندنا، وهي السي سيركت او سيركت كونتينز كاباستور. اتمنى اعزائي الطلاب ان انا اكون افدتكم، ويا رب باذن الله نكمل موضوعنا في المحاضره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.